السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم طريقه الطمينه، ولا كاين اللي يقولوا لها مقنطه. المهم هذه الطمينه فيها واحد السر. غادي يشرب لكم اليدام هذيك الغدوه ان شاء الله من نطيبوها. غادي نتلاقاو بها فيها شويه اليدام. هذا اللي نديروه نقول لكم الاول الحليب. هذا الحليب غادي يشرب لكم هذوك اليدام. المهم غادي تحتاجوا زوج كيسان تاع سميد، يكون مويا، يكون متوسط، زوج دو مزيغ. غادي ديروا ولا لا سومو المويان، والكيسان هادو يرفدو مهم 250، يعني اللي تبغي دير بالميزان دير 500 غرام غرام تاع سميد متوسط، 500 غرام دو سومو مويا. مهم غادي تضيفوا مع ذوك زوج كيسان سميد متوسط، تضيفوا عليهم عبار تاع لا مارغارين. واللي يخدم بالعبار يدير زوج كيسان تاع سميد متوسط ونفس العبار تاع السميد ديروا عبار مارغارين. لا تحبوا تخدموها بالزبده تقدروا، انا هنا درت مارغارين. المهم كما راكم تشوفوا انا درت الزبده المارغارين في الفيكسرونه، ذوبتها من الاحسن وتكون سخونه، ولا من ذوب ديريكتومون غادي تضيفوا عليها نص كاس تاع عسل. انا ما نديرش كاس كامل، ندير نقلع منه، يعني ابوبخي نقلع منه هكا 3 دوا هكا. مهم غادي ديروا نص كاس تاع عسل والنار تكون طافيه، باسكو العسل غادي تذوبوه مع الزبده من تكون سخونه ضايبه. انا هنا النار طفيته. مهم هنا كما راكم تشوفوا انا نحرق في السميد. مهم ما تلهوش عليه باسكو ينحرق لكم. والمهم هنا من حرقت السميد المتوسط غادي تحطوه في جمال ولا حتى يبرد باش تستعملوه. من الاحسن كاين الناس اللي يطيبوه من يكون سخون، انا المهم طريقة تاعي الا تبعوها لازم يكون بارد. المهم غادي تحطوا بوتيت كونتيتي غير بشويه بشويه وتخلطوا، اي بشويه بشويه وتخلطوا هكا باش الزبده والعسل يدخلوا مليح في السميد، وتقعدوا تخلطوا. وهنايا نضيفوا 3 ملاعق حتى 4 كبار تاع الحليب. هنا حليب بارد زعما كيما راكم تشوفوا من القرعه ديريكتومون. غادي ديروا 3 حتى 4، انا درت 3، ديروا 3 حتى 4 حليب. هذا الحليب هو اللي غادي يشرب لكم هذاك اليدام الغدوه ان شاء الله ويجعلها طريه. وهنايا الفيديو كان خفيف، انا درت فاني قطره تاع حامض اللي هو الليم، درت غير قطره اختياري وتخلطوا. وهنا كما راكم تشوفوا راني وجدت معاكم زوج طباسات صغيرين. ابري نقول لكم لا فيريتي الحق، التزيين انا جو سوي با فورت، نتوما تزينوا كيما تحبوا، تبغوا ديروا لي دراجي، تبغوا ديروا كيما تحبوا. انا هنا درت مع لي زاموند ايفيلي، ودرت لا كانيل القرفه، ودرت شويه تاع البيستاش. مهم وانا تتفاصلوا من الاحسن ديروها غير بالقرفه كيما تاع بكري، وانتم كيما قلت لكم يكون عندكم اختياري. Thank you.
وفي الاخير نقول لكم ان شاء الله جربوا هذه الوصفه وغادي تعجبكم. ما تنساوش ديروا لي لايك واعجاب قناتي وتبارطاجوها مع اصحابكم. نقول لكم سلامه، نتلاقاو ان شاء الله في ساعه خير. مع السلامه عليكم.